السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد راه قيد الانشاء بمدينة الصيف، ونشوف انا حسب الصور فندق رائع ويعتبر اضافة نوعية للعروض الفندقية في هذه المدينة لتسخر كما قلنا بمعالم ثقافية وحضارية تاريخية وطبيعية كبيرة جدا، وكان بعض منها لم يستغل بعد. فإذن هانئا لولاية سطيف بهذا الإنجاز، الفندق الرائع اللي أكيد راح يكون جميل حسب التصميم هذا. ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.